البرواز ده دلوقتي فيه ملكة انا شفتها، نشوفها مع بعض. خلاص الملكة اهي، اهي الملكة اهي، ماشي اهي. طالما الملكة موجودة هنا اهي، مرة تانية اهي اهي، يبقى انا هاخد اي برواز غيرها يكون برواز مميز واوديه ايه الخلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم من داخل المنحل نتابع فحص بقية الخلايا إن شاء الله، وهنحاول نعمل خلية أو خليتين، خلايا قوية، يعني هنجمع براويز من الخلايا ونحطهم في خلية واحدة ندخن عليهم، ومن غير ملكة هنحط لهم برواز في عين ملكات. بعد فترة بسيطة هيكون الخلية قوية وشغالة والكلام ده. هنشوف النهاردة مع بعض هنعمل ايه. طبعا دي خلية فاضية اهي خالص، مفيش الا الغزاية، وطبعا الغذاء دي بنحطها للضروره لو احتاجنا نغذي، ما احتاجناش خلاص هي موجوده. والنحل بيعمل في المؤخره بتاعتها بيعمل الشمع ويحط فيها حضنه او يحط فيها عسل، فهي فيها افاده تعتبر زي برواز يعني. هنشوف مع بعض ونجيب براويز ونحط في الخليه دي ونشوف الدنيا هتمشي. طبعا برواز قدامنا اهو، البرواز ده دلوقتي فيه ملكه انا شفتها، نشوفها مع بعض. خلاص الملكة اهي، اهي الملكة اهي، ماشي اهي. طالما الملكة موجودة هنا اهي، مرة تانية اهي اهي، يبقى انا هاخد اي برواز غيرها يكون برواز مميز واوديه ايه الخليه. اللي احنا هنوديه الاولاني اهو زي ما انتم شايفين، خلاص من ناحيتين، هذا نحل وحضنه، حضنه محمصه، هنوديه ونرجع لحضراتكم وفي الاخر نشوف الخليه الجديده. ده البرواز الثاني عليه النحل اهو، بس احنا طبعا لازم نبص ونشوف هل في ملكة ولا لا عشان ما نأثرش على الخلية الأم اللي احنا واخدين منها، ماشي. هنودي ونيجي تاني ونشوف الخلية نفسها من هناك عن قرب. ده البرواز الثاني عليه النحل اهو، بس احنا طبعا لازم نبص ونشوف هل في ملكة ولا لا عشان ما نأثرش على الخلية الأم اللي احنا واخدين منها، ماشي. هنودي ونيجي تاني ونشوف الخلية نفسها من هناك عن قرب. هذه الخلية اللي احنا بنعملها، حطينا البرواز الأولاني، هذا البرواز الثاني. الناس اللي هي بتعلق يا جماعة وبتبقى خايفة وتقول ان النحل هيقتل بعضه، النحل مش هيقتل بعضه ولا حاجة، ماشي. طالما احنا هنبدأ نجمع من اكتر من خلية وهندخن دخانة خفيفة. البرواز الثالث بسم الله ما شاء الله، طبعا اليرقات الحضنة من السدابة للسدابة من ناحيتين، حضنة بسم الله ما شاء الله، وبصينا فيه برضو علشان الملكة مش موجودة فيه. خلاص هنبدأ نسقط البرواز الثالث، وكده احنا عايزين في 10 دقايق زي ما عملنا قبل كده نكون كوننا خلية قوية ان شاء الله. ده البرواز الرابع بسم الله ما شاء الله، كمية وكثافة من النحل، حضنة يرقات وبيض عمر يوم فيما فوق،
الناحية التانية. خلاص هنبص عليه كويس، نتأكد الملكة مش موجودة، وبعد كده نسقط البرواز. طبعا ان احنا بنأكد على ان الملكة ما تبقاش موجودة عشان تكون في نفس الخلية، لانها ممكن تبقى موجودة في اي برواز من البراويز. كده خلاص، ده البرواز الرابع يا جماعة، انتوا شايفين. ماشي، البرواز الخامس، طبعا انا جايبه كده للعسل بنحل من غير حضنة. نسقط البرواز، يبقى كده خمس براويز. ده البرواز السادس يا جماعة. خلاص لو بصيت هنا هنلاقي في عيون ملكات اهي، وفي عين مغلقة، يعني واحدة من دول هتطلع، وهنا عين اهي. ماشي، عينين، واحدة منهم هتطلع هتشغل الخلية ان شاء الله، وهناخد الباقي ننقلهم في خلايا اخرى. طبعا احنا بنبص على البرواز مع ان في كثافة نحل، هل الملكة موجودة ولا لا؟ طبعا الملكة مش موجودة. ماشي، علشان كده هنسقط البرواز السادس اللي قدامنا ده دلوقتي. تبقى كده خلية قوية، كده تبقى خلية قوية ان شاء الله، وهنتابعها في الايام القادمة. كده احنا عملنا خلية ماشي في 10 دقايق زي ما انتوا شايفين، من خلية، من اكتر من خلية، من 6 خلايا. الخلية اللي احنا عملناها دي دلوقتي من 6 خلايا، من غير ما دخن مفيش مشاكل فيها يا جماعة. ولكن عشان الناس اللي هتسأل كتير، ده النحل هيقتل بعض والكلام ده، احنا دخلنا دخنتين ثلاثة كده خفاف، خلاص النحل هيختلط ببعضه ومفيش مشكلة. وكده قفلنا الخلية بتاعتنا، ونقول لأحبابنا وأعزائنا مشاهدي القناة كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.